السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادر حكيم زياش لاعب أجاكس أمستردام مهزكر الفريق الوطني صباح اليوم الأربعاء عائدا إلى ناديه، وذلك بطلب منه لكونه يحس بالعياء، وهو الأمر الذي رخص له الناخب الوطني وحيد خليلوديتش، الذي كشف في ندوته الصحفية صباح اليوم الأربعاء بأنه سيغيب عن ودياته الأسود ضد ليبيا والغابون. وقال الناخب الوطني بأن عدة لاعبين كشفوا عن إصابتهم ولن يكون بمقدورهم المشاركة في الوديتين المذكورتين، فعوضهم بلاعبين آخرين.